FM. الكل مليك. سعيد باستضافة سي فريد التونسي بريزيدان دو تونيزي افريك اكسبور. مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا. صباح الخير. نحكي على المستمعين. مرحبا. نحكي على ترازيام ايديسيون تاع سيتيك 2018 او صالون دولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الموجه لافريقيا من 10 ل 12 أبريل 2018. باهي. دوزيام ميديسيون كانت بعنوان فوروم انترناسيونال سور لي انسترومون فينانسيي نوميريك. تروازيام ميديسيون على نفس الشيء. فوالا. لكن نحكيو على فيغ دي انسترومون فينانسيي نوميريك انوفون موجه لافريقيا. اليوم قداش مهم لي فوروم هذوما بالنسبه للتوانسه على مستوى السوق الافريقيه؟ شوف، هو الصالون الحقيقة يتميز أنه ماهوش فوروم برك، هما مدة 3 أيام، فما 3 أنشطة هامة وهامة جدا اللي حقيقة تكون في خضم تنشيط الاقتصاد التونسي والمساهمة في التنمية التونسية. شنو هما الأنشطة هذه؟ النشاط الأول، الصالون هذا يجمع الكفاءات والقدرات التونسية اللي تعرض في هذا الصالون. السنة هذه أكثر من 100 شركة يعني قاموا بعرض كفاءاتهم وتكنولوجيات متاعهم ومشاريعهم. وبالطبع هنا شنو المبتغى منه؟ أنه الشركة الصغرى المتوسطة التونسية سواء في الفلاحة أو في الصناعة أو في الخدمات نجم تزور المعرض هذا. هو كمل بالطبع لكن وقعت زيارات يعني مكثفة، وتطلع على القدرات التونسية لرقمنة شركتها. هذه بالنسبة لتونس. بالنسبة للأجانب، بالنسبة للأجانب هي فرصة للشركات الإفريقية الكندية الأردنية الصينية الروسية، هذم كل جاءوا لتونس معناه في هذا الصالون، الأوروبية خاصة منها الإيطالية الفرنسية والألمانية. في 3 أيام أيضا يطلعوا على قدرات التونسية، وهذا تعرف أنت خارج الصالون يحب له 6 شهور عام باش يدور على بالتجميع. هذا النشاط الأول. النشاط الثاني، الصالون هذا المبتغى منه هو الحركية الاقتصادية والأعمال، ونشاط ثاني هما اللقاءات المهنية الثنائية المبرمجة مسبقا واللي تخول للتونسيين والأجانب. أولا يعني تنظيم شراكات للتصدير للاستثمار ولديمومة التعامل. وإحنا هنا ركزنا في هذا الصالون على إفريقيا لأنه صار أنه زارونا أكثر من 250 شركة إفريقية خاصة من إفريقيا الغربية. ثم المكون الثالث، وهنا أنت جبت لي عن الندوات العالمية. أي. المكون الثالث هما زوز ندوات عالمية هامة جدا. الندوة الأولى حول الآليات الرقمية المالية المتجددة، les instruments financiers numériques innovants، واللي حقيقة تبسط موضوع يعني تعصير خدمات البنوك ومواكبة التحولات العالمية الرقمية العالمية في قطاع المال والأعمال وقطاع البنوك. ثم ندوة عالمية ثانية حول رقمنة الصحة في إفريقيا، وهنا المبتغى هي تبادل خبرات مع الأفارقة، لكن خاصة تموقع تونس بمزاياها التفاضلية يعني تمكيننا من استقطاب أكثر إخواننا الأفارقة في هذا المجال، علما وأنه صارت دراسة عندها أكثر من 5 سنوات تونس عندها قدرة باش تصدر أكثر من 1,000,000,000 دينار خدمات صحة. هذا يعني هذو 3 أنشطة جلوبالمون معناتها هذا هو السيتيك 2018، بحيث بكل تواضع معناها الصالون هذا أبرز يعني الأحداث في تونس في هذا القطاع اللي يستقطب شركاء
أجانب وشركاء من الخارج، لأنه أغلبية المنتديات اللي تصير نحكيه على أفريقيا لكن توانسة في بعضنا هنا. يعني في الدورة الثالثة هذه اللي انتهت يوم 12 أفريل الفارط، يعني جاونا أكثر من 350 شريك أجنبي اللي تحاوروا مع القطاع في تونس مع الخبرات التونسية، وأفرزت هذه الاتصالات يعني تشبيك العلاقات إلى غير ذلك إلى يعني عملية استثمار، عملية تصدير وعملية شراكة. وخرجنا بالطبع بحقيقة نتائج ممتازة جدا فيها حتى اتفاقيات، يعني وزارة تكنولوجيات المعلومات تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، يعني أمضات يعني معاهدتين تعاون مع بوركينا فاسو مع المالي، عنا جمعية التونسية للبنوك أمضت عقدين، واحد مع ماستر كارد واحد آخر مع الديوانة التونسية والخزينة العامة وتيتيان باش رقمنت معناها الأعمال في ما يخص البنوك. وبالطبع عنا حتى على مستوى الجامعات والتكوين عنا جامعة تونسية لويتي اللي عملت يعني أيضا طلب الأفارقة ولا لا فيها طلب اي ولا لا اي جوستمون اي ولا واضح. دونك حاجه هلا ياسر ومعتبره جدا لكن معنى هنا زاد كيف تونس تتمتع بموقع استراتيجي مهم جدا، وانه تنجم تكون قنطره وهمزه توصل بين افريقيا والاسواق العالميه الاخرى زاد كيف بخلاف المستثمر التونسي. صحيح. يعني نجم نحن نعملوا اللقاء هذايا زاد بين تونس ولا فارقه وبين الشركات الاجنبيه ولا فارقه، بما انه احنا مع تواصل خير نقوله في شمال افريقيا. بالضبط. هو الحقيقه الهدف من هالصالون هذا كيما قلت لك الانشطه هذم باش يساهموا في الحركيه الاقتصاديه في تونس، لكن في ان واحد احنا ماذا بينا تونس تولي مناره اقليميه وعالميه في هذا القطاع. وتحدثنا احنا في الدورات السابقه على التعاون الثلاثي، واليوم التعاون الثلاثي هذا على أرض الواقع. تعرف اللي جانا وفد كندي هام جدا وفما جناح كندي، والكنديين يقول لك احنا نجيو لتونس أولا نجمو نستثمروا في تونس، ثم مع التوانسة نجمو نمشيو مع بعضنا لأفريقيا. نفس الشيء الأردنيين، معناها من الأردن يقول لك تونس بوابة، نجم تقول لنا بوابة على أفريقيا. الصينيين أيضا جاءوا أكثر من 22 صيني في هذا المجال. روسيا نفسها تهتم، معنا مشاركة روسية. وبالطبع الأوروبيين الحقيقة بكثافة يمنوا أن تونس نجم حقيقة تكون لهم بوابة لأفريقيا. خاطر كمستثمر أجنبي أو جاي من روسيا كما قلت أو الصين أو أي بلاد أخرى، معناتها لازم انترميديير باش يدخل السوق الافريقيه. بالضبط. يعني لازم مختص عارف بالسوق الافريقيه شنو فيها، شتي الصادرات، شتي الواردات، شتي مواطن الشغل، باش ينجم على الاقل عنده البلان داكسيون باش نجم يخدم به. دونك مهم جدا دور تونس في المعاملات هذوم. صحيح. وهو الحقيقه احنا في المجال هذايا نحاول نبرزوا ثلاثة أنواع من الأنشطة بالنسبة للشركات التونسية المتواجدة على السوق التونسية واللي قاعدة معنا تتعامل مع الخارج. أولا عنا شركات معناها متوسطة وكبرى تونسية اللي تتعامل مع أفريقيا من الثمانينيات. كان عنا حتى شركات يعني حلوا فروع في رواندا وفي غيرها. هذم شنو الأهمية متاع الصالون ليهم؟ هي المساهمة في ديمومة العلاقة مع الأطراف الإفريقية، لأنه الإفريقي تزوره حاجة هائلة برشا، لكن كي تجيبوا لتونس وتوريه معناها ربما الشركة متاعك والكفاءات متاعك ويرى المناخ في تونس، هذا يساهم في الديمومة. ثم عندنا الشركات صغرى متوسطة اللي حالياً قاعدة تحاول يعني باش تسوق منتوجها وخدماتها في الأسواق الإفريقية وتساهم في ربما معناها بعثات إلى غير ذلك. هذم معناها كيف يتقابلوا في تونس مع أكثر من 250 شركة إفريقية، هذا يدعم لهم المكانة بتاعهم، خاصة
انه السوق الافريقيه راهو فيها مزاحمه كبيره من الصين من البلدان الاوروبيه من امريكا من تركيا من جميع معنى البلدان. وسنه كملك الحاجه الثالثه هما الشركات الناشئه الستارت اب. الستارت اب تعرف اللي ربما ما عندوش امكانيات باش يسافر لافريقيا، ماك تعرف انت سفره لافريقيا باش تمشي تحاول تتفتش على الاسواق يعني هبلك حوالي 10,000 دينار باش تعمل سفره نتاعك. يعني احنا اعطيناهم فرصه للشركات الناشئه باش على عين مكان يبداوا باتصال مباشر ما يكلفهمش لانهم موجودين على المكان. وهنا نحب نشكر وكاله النهوض بالصناعه والتجديد لانها هي عندها محاضن في الجمهورية يعني في كل ولاية من الجمهورية، وعملنا مشاركة بهذه المحاضن أكثر من 17 شركة ناشئة تحت معنى غطاء هذا. باش نرجعلك بعد الأخبار، سؤالي قبل الأخبار، اليوم أفريقيا ماشية للتمدن، ماشية للعصرنة، ماشية للتحديث على مستوى الإدارات وعلى مستوى الاقتصاد الرقمي. اليوم تونس يبدو أنه في معناتها في امتحان صعب ولازم تمر تونس في الامتحان هذايا، المواكبة نتاع الاقتصاد العالمي الرقمي اللي ماشيين له احنا توا، لي انسترومون فينونسي النوميريك مهمين جدا اليوم، ومهم جدا حتى على مستوى لي ستارت اب اللي عملنا له قانون اليوم في تونس، كيفاش لي ستارت اب ينجموا يخدموا على الذكاء نتاعهم وتصدير الذكاء هذايا في اتجاه افريقيا. راجعين بعد شويه بعد الاخبار. ضيفنا فريد التونسي بريزيدون دو تونيزي افريك اكسبور، مرحبا بك مرة أخرى. نحكيه على سالون دولي تكنولوجيا المعلومات والاتصال الموجه لإفريقيا، وقبل الأخبار حكينا على التمدن أو التحديث في إفريقيا. اليوم يبدو أنه الدول الإفريقية ماشية للتمدن وماشية للحضارة، قاعدة تعمل في الأعمار متاحة، ويبدو أنه الخدمات اليوم ما عادش منحصرة كان في تعبيد طريق أو تنظيف مكان أو توصيل كهرباء للبلايس. اليوم نحكيه على سيرفيس نتاع تكنولوجي، نحكيه اليوم على دي ستارتوب، نحكيه على الذكاء هنا على الذكاء واللي بغفي، ونحكيه على التطوير التكنولوجي. وهنا مهم جدا الصالون هذايا أو سيتيك 2018 اللي معناتها يتبع وعامل ميزاجور خطر طورت الدنيا، واللي ستارتوب هذوما واللي معناتها منتشرين في أنحاء العالم وقاعدين يكونوا في ثروة كبيرة ياسر. قداش مهم ستارت اب اكت هذايا على مستوى تصدير الخدمات التكنولوجيه لافريقيا اليوم؟ شكرا سي نبيل. انا يظهر لي قبل ما نجاوب على سؤالك، انت ذكرت كيفاش افريقيا قاعده تتطور خاصه على مستوى الرقميه. حبيت هنا نلفت انتباه المستمعين انه قطاع تكنولوجيات المعلومات والاعلام هو الحقيقة قطاع بارز ومتميز في العالم أجمع، وسوف يغير مناويل التنمية في كل البلدان. كانت تفكروا في آخر القرن التاسع عشر نحكيه على ريفوليشن اندوستريال، توا حقيقة نحكيه على ريفوليشن نوميريك. القطاع هذا خليني نعطيك الساعة شنية الميزات متاعه. عنده ميزتين هامتين اللي ينفرد بها بالنسبة للقطاعات الاقتصادية وكسواء صناعية خدماتية أو في لحية أخرى، هو أنه هذا القطاع الرقمي هو القطاع الوحيد الذي يستطيع أن يحسن القدرة التنافسية للمؤسسة سواء كما قلت لك في الفلاحة في الصناعة أو الخدمات. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية هو القطاع الوحيد الذي يستطيع أن يواكب التجديد، وتعرف أنت التجديد لينوفاسيون عنده معناها دور محوري في تنمية كل البلدان. في تونس والحمد لله ولو احنا ماناش فرحانين باللي وصلنا له ماذا بينا أكثر، لكن خلينا نعطي بعض أرقام اللي الحقيقة مشرفة للغاية، وتونس معناها عندها قاعدة متميزة في تكنولوجيات المعلومات والاتصال. اليوم عندنا أكثر من 1800 شركة صغيرة ومتوسطة تونسية تشتغل في هذا المجال. اليوم عندنا 40,000 طالب وطالبة يتخرجوا سنويا من المدارس والجامعات في قطاع تكنولوجيات المعلومات. اليوم قطاع تكنولوجيات الإعلام والمعلومات يساهم
ب 11% في الناتج المحلي الخام. سنوات قبل كان 7%، يعني فما قفزة. وأنا يظهر لي إن شاء الله معنا بالحركيات هذية وبتحرك الدولة وبتحرك معنا الوزارة، فأنا إن شاء الله نوصل حتى 15%. هذية حبيت معنا نذكره لأنه هذه القاعدة اللي خلاتنا نجموا نعملوا سيتيك أفريكا، والقاعدة اللي خلاتنا معناها الأفارقة يجيوا بكثافة لأنهم حقيقة عندهم معناها أطراف ينجموا يحكيوا فيها. لكن فعلا احنا في تونس عملنا الستارت اب أكت. كانت تفكر سينابيل في السبعينيات كنا عنا قانون أفريل 72 للشركات التصديرية، وتفكروها القانون ذاك يعني أعطاه دفعة كبيرة، أعطاه دفعة كبيرة للاقتصاد التونسي. أنا يظهر لي الستارت اب أكت هذه مرحلة جديدة مش يعطي دفعة جديدة لتونس في مجال الاستثمار والتصدير وكل ما هو شراكة، لأنه الستارت اب أكت هذايا مش يعطي يعني حقيقة شحنة جديدة للشباب باش يكونوا مشاريعهم وباش ينطلقوا في هذا المجال، وهذايا مش يكون حقيقة ثورة جديدة خليني نقول، وتغيير في منوال التنمية في تونس، لأنه القطاع هذايا مش اللي هو القطاع البارز والقطاع الذي سوف يجذب القطاعات الأخرى في مجال يعني الاقتصاد. يعني حتى التغيير على مستوى التصدير بحد ذاته. بالطبع. يعني تبدل التصدير اليوم ليست خدمات كلاسيكية، اليوم نحكي كما قلت أنت على تكنولوجيا رقمية معناتها، وهذا مهم جدا أنك تكون معناتها تعتمد تونس كمنصة لتصدير الخدمات الإلكترونية والرقمية. صحيح. حاجة صحيح. مهمة جدا. لكن فما عراقيل، فماش حاجة بلاش عراقيل، ولازم فما عوامل باش تنجح هالإكسبورتاسيون هذية متاع السيرفيس هذوما في الأفريك. يقول لك اليوم على مستوى مالي ما عندناش انكادرمون فينانسي للشركات هذوما، بما انه ما عندناش برشا فروع على مستوى الافريك البنوك التونسيه، نحكي على التمويل. اثنين، نحكي على المستوى السياسي والدبلوماسي. يقول لك اليوم ما عندناش برشا سفارات في افريقيا، وعلاقتنا الدبلوماسيه محتشمه شويه مع مش بنقولش برشا مع الدول الافريقيه. ثلاثه، يقول لك نحن ما حركناش اللوبينج نتاعنا. تونس تستقطب الطلبه، تبارك الله الاف طلبه افارقه، كان عندنا البنك الافريقي للتنميه، عندنا دي سامباتيزون قولوا انت افارقه لتونس، ما خدمناهمش لمصلحه تونس. اليوم كيفاش نجموا نخدموا على هذو باش نجموا نوصلوا لوبجيكتيف نتاعنا الهدف؟ شكرا. هو الحقيقه الاشكاليات موجوده، لانه تعرف انت مناخ الاستثمار ما يقتصرش على القانون. مناخ الاستثمار هو بنية تحتية، هو يعني خدمات يعني جانبية، هو دبلوماسية اقتصادية إلى غير ذلك. نأخذ نقطة بنقطة. النقطة الأولى فيما يخص معناها خليني نقول دبلوماسية الاقتصادية، هكا دبلوماسية بون سياسية، نحكي على السفارات حضور تونس بالنسبة للدبلوماسية الاقتصادية. الحقيقة احنا في دورة ثالثة لصالون سيتيك افريكا 2018 من نجم كان نشكر وزارة الخارجية لسببين. اولا، وزارة الخارجية بمناسبة سيتيك افريكا نظمت الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الافريقية، وسجلت لهم في البرنامج الحضور في تدشين سيتيك افريكا على أساس باش تعرفوا أكثر على الكفاءات والقدرات التونسية. هذا يحسب لوزارة الخارجية، والحقيقة معناها عمل ممتاز جدا، لأنه هذا الترويج والتسويق لتونس. ثم في آن واحد، هو صحيح معناها سفارات معناها أكثر من تركيا ولا المغرب، عنا 9 سفارات حاليا في هو برك الملك المغربي سفير بيدو سفير يقعد يدور، لكن يدور على السياحه الافريقيه. احنا باللي عنا كل السفارات التونسيه مجنده للدبلوماسيه الاقتصاديه، ونشكر وزاره الخارجيه لانه سيتيك افريكا ما نجمنا نجمعوا 250 مشارك افريقي الا بتضافر الجهود، وهنا وزاره الخارجيه قامت بدور هام وهام جدا، خاصه
خاصة على مستوى السفارات الموجودة في إفريقيا اللي قامت بعملية توعية، قامت بعملية أيضا إعلام السلطات والشركات والجمعيات، وهذا معناه هام وهام جدا. ثم نقطة ثانية، القطاع البنكي. صحيح ربما احنا ما ناش مقدمين برشا، لكن فما وعي حاليا عن عديد من البنوك التونسية قاعدة تعمل في شراكات في إفريقيا. أعطيك مثال بسيط، شركة تونسية بالبنك عندها فرع في النيجر اسمه سوني بانك، ما زاد كي حالة فرع في الكوتونو في البنا. البياض عندها اتفاق ضمني مع بنك إفريقي هام اللي عنده أكثر من 10 معناها فروع في إفريقيا. أمان زاد كيف أمان بانك نفس الشيء، عندنا بنك دو لابيتا يعني بنك الإسكان نفس الشيء. يعني حقيقة فما تحرك، لكن صحيح التحرك هذا لابد أن يواكب أكثر ويقدم أكثر في هذا المجال. فما جانب آخر هو تونس الجوية، الناقل الجوية الناقل الوطني، معناه اليوم ولا يوصل لسبع عواصم إفريقية، كان 5 برك. أنا أضفنا معناه البنا كوتونو وأضفنا غيني كوناكري. يعني هذه الحقيقة مجهودات يجب ننوه بها، واللي ننوه بها أكثر هو نشاط حقيقي للشركات التونسية في القطاع الخاص، اللي رغم هذه العراقيل هي قاعدة تواصل وتساهم وتتحرك، وهذا حقيقة يذكر فيشكر، لأنه العمل هذا هام وهام جدا. فبحيث أنا شو نقول إفريقيا هي صحيح وجهة من الوجهات، أنت تعرف إفريقيا هي المنطقة الثانية بعد آسيا اللي فيها معناها تنمية كبيرة، ما يقارب في السنوات الخمسة الأخيرة يفوق 5% بالمعدل، وصلت 7 ديجا. لا بعض بلدان مثلا الساحل العاج وصلوا حتى 10، لكن أنا المعدل معناها يفوق 5%، وهذا معناها ممتاز جدا. شنو العراقيل اللي حقيقة ربما يزم نهتم بها أكثر؟ هي على مستوى الشركات الناشئة ستارت اب، وعلى مستوى ستارت اب أتمنى وإن شاء الله معناها كل التراتيب الإدارية بعد هالقانون هذايا إن شاء الله تعطي أكثر معناها دفع لهذه الشركات الناشئة، لأن الشركات الناشئة هي مستقبل تونس في هذا المجال. واللوبينج بيان سور اللي حكينا، اللوبينج مهم جدا زاد كيف كيف. والله شوف تحريك الناس اللي انت معناتها عندها علاقه كبيره بتونس، نحكي على الطلبه الافارقه والموظفين الافارقه الكبار اللي موجودين في تونس، معناتها نجموا يكونوا معناتها يقدموا البلوس. شوف اللوبيينج هو بطبيعته متحرك مع كل هذه المصالح وتشابك المصالح، لانه عندنا شركات تجاره عالميه اللي يشتغلوا في افريقيا من الثمانينيات، عنا أصدقاء تونس اللي حقيقة قاعدين يواكبوا في تطور التونسي ومعناها الاقتصاد التونسي، وهذا معناها يذكر أيضا فيشكر. والطلبة عنا أكثر من 8000 طالب إفريقي، والحقيقة الحاجة الباهية أنه الوجهة التونسية في التكوين وفي التعليم العالي يعني ولات وجهة محبذة ومطلوبة لسببين. أولا يعني الجامعات التونسية العامة والخاصة عندها يعني شهرة اللي تخليهم معناها يستقطبوا أكثر طلبة أفارقة، واثنين هي التكاليف. يعني اللي مش يمشي ربما يعمل دراسته في أوروبا مش تكلف له على الأقل ضعفين بالنسبة لهذه الدراسة. نفتحوا أفاق الكاتريام إيديسيون إن شاء الله 2019، أيوة. وين مش تمشيوا؟ والله شوف أنا محور احنا بكل صدق تواصلوا يعني في الثورة الرقمية ولا موضوع آخر؟ لا مش نواصلوا بكل صدق، يعني فما عديد من المؤشرات اللي تخلينا حقيقة واثقين أن تونس سوف تكون حقيقة منارة إقليمية وعالمية لهذا القطاع الهام كما قلت لك، واللي هو مش يغير منوال التنمية. أولا نعطيك مثال، الكندا
يعني خذوا جناح فيه تقريبا 60 متر مربع قبل ما يغادروا. قالوا احنا من توا ماذا بينا تحجزوا لنا 150 200 متر مربع وراهم باش نجيو بكثافه، لانه متيقنين ان فرص عمل هامه في تونس وفي ان واحد نافذه على افريقيا، وهذا يهمنا برشا. نفس الشيء الاردن، المانيا معناها ناس صعاب شويه في التعامل، لانهم ربما في الامور هذه براغماتيين اكثر منا شويه. المانيا عندنا وعود صريحه انه مش يقع جناح الماني سنه المقبله، جناح ايطالي. والفكره الحقيقه احنا مش هالاجنحه هي اللي تهمنا اكثر، هي الديناميكيه اللي نحب نزيد نكونوها، واللي تحب نخليه تونس أرضية تعامل وأرضية خلينا نقوله ريزوتاج، معناها تشابك مصالح بين التونسيين والأطراف الخارجية. ونحب نبرز دور تونس كبوابة لإفريقيا، وبوابة معناها بوابة بتكنولوجيا تونسية بالمعطى الجديد هذايا بتاع الاستقطاب بالمعطى الجديد. وجانب ثاني بالنسبه للافاق لي ستارت اب، بون احنا جربنا من 2016 يعني اعطيناهم امكانيه باش يكونوا طرف فاعل في الدورات الاخرى. في الدوره 2019 مش يكون عندهم حضور مكثف سواء قطاع عام او قطاع خاص، خاصة بتفعيل ستارت اب اكت، مش تكون فرصة متميزة. واضح. دونك تخوزيم ايديسيون هي لافونغو نتاع الكاتخيم ايديسيون ان شاء الله. جو بونس هكا معناتها ذقنا شوية هكا عملنا ديجوستاسيون والكاتخيم ايديسيون باش تكون البلا الكبير الطبق الرئيسي معناتها. شكرا لك فريد التونسي بريزيدون دو تونيزي افريك اكسبور، وحكينا على تخوزيم ايديسيون لصالون دولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال موجه لافريقيا. وعطيكم صحة على المجهود اللي تعملوا فيه. شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك. احنا غدوة نتقابلوا في موعد جديد من الكابوتشينو. شهية طيبة للجميع. كابا فان الكلمة ليك.